تنفيذا لتوجيهات وقرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، المعنية بإلزام كافة المواطنين والمقيمين بارتداء الأقنعة وكمامات الوجه في الأماكن العامة وسماح باستئناف عمل المحال التجارية والصناعية التي تقدم سلعا أو خدمات مباشرة للزبائن شرط اتباع الاشتراطات، ومنها ارتداء الأقنعة وكمامات الوجه من قبل العاملين ومرتادي هذه المحال التجارية وتقليل عدد الموجودين بالمنشأة ومنع الاكتظاظ في المحلات مع ترك المسافة الكافية، والتي ستطبق من اليوم الخميس الموافق للتاسع من أبريل الجاري في تمام الساعة 7 مساء. فقد أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن طرح أكثر من 1,000,000 كمامة وجه طبية في الأسواق والصيدليات بدءا من يوم أمس الأربعاء، وذلك للإسهام في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المملكة للتصدي لفيروس كورونا.